نفس الروح والرجولة جوه وبره ملعبه. إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق النهاردة في يوم مهم ومصيري في تاريخ النادي الأهلي من خلال المشاركة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا وهذه المباراة المصرية أمام الترجي التونسي، وإن شاء الله يكون يوم سعيد ومليء بالفرحة على كل جمهور النادي الأهلي وكل جمهور الكرة المصرية بشكل عام، لأن المساندة أكيد جاية من كل الجماهير المصرية، وخصوصا أن النادي الأهلي بيمثل قارة أفريقيا وبيمثل مصر بالتحديد كمان إن شاء الله في هذه البطولة، وإن شاء الله يمثل قارة أفريقيا كمان في كأس العالم أندية. مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. يوم أكيد يعني كلنا مستنيين، وأنا عارف إن في ناس كتير امبارح ما عرفوش يناموا بسبب القلق والتفكير في المباراة. إن شاء الله النهاردة كمان مش هتعرفوا تناموا، بس هيكون بسبب الفرحة. إن شاء الله كلنا نبقى فرحانين ونسهر لحد الصبح إن شاء الله عشان يكون النادي الأهلي فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والبطولة رقم 9 في تاريخ بطولات النادي الأهلي بالتحديد من حيث بطولات دوري أبطال أفريقيا. طبعا يعني الأجواء كلنا متابعينها والأجواء كلنا يعني مستنيينها بشكل كبير جدا. المباراة النهاردة إن شاء الله الساعة 9 مساء. النهاردة هيكون عندنا تغطية خاصة لهذا اليوم ولهذه المباراة من خلال ملعب الأهلي النهاردة مع زمايلي الأعزاء سواء محمد سعيد أو كابتن سيد عبد الحفيظ إن شاء الله على مدار اليوم بالكامل. ان شاء الله كمان لما الاهلي يفوز بالبطوله النهارده هنكون معاكم لحد الصبح نحتفل بفوز النادي الاهلي. يا رب يا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. النتيجه طبعا في الذهاب كانت 3-1، الامور ممكن تكون يعني مطمئنه نسبيا بالنسبه للنادي الاهلي بحكم النتيجه، لكن تبقى المباراه في الملعب، ونتمنى ان هي بس تكون في الملعب لان كل ما يحيط بالمباراه وكل المعطيات تقلق شويه. واخيرا طبعا الاجواء بتاعت امبارح والبيان الغريب جدا اللي طلع من الاتحاد الافريقي بخصوص مستر باتريس كارتيرون، حاجه غريبه جدا ان هم يقولوا ان الراجل متواطئ، يعني امور كلها اعتقد نفسيه بيحاولوا يلعبوها سواء الاتحاد التونسي وفريق الترجي اكيد مع الاتحاد الافريقي، ما نعرفش نواياه ايه، لكن يعني ان شاء الله رجاله النادي الاهلي هيكونوا في الموعد، ان شاء الله رجاله النادي الاهلي هيفرحوا الاهلاويه كلهم من خلال البطوله النهارده ومن خلال المشاركه في المباراه، واي حد هيلعب المباراه النهارده هيكون قادر بشكل كبير جدا ان شاء الله على ان هو يفرح الجمهور الاهلاوي والجمهور المصري بشكل عام. طبعا النهارده هيكون معايا في الفقره الاولى الاستاذ طارق عوض الناقد الرياضي والاستاذ خالد عامر الناقد الرياضي ايضا الحديث على كل العناوين الخاصه بالصحف المصريه النهارده بخصوص المباراه، وايضا الصحف التونسيه والعربيه والعالميه والافريقيه، هنتكلم في كل ما يخص مباراة اليوم وده أكيد هيكون شيء مهم جدا. لكن خلينا نطمن جمهور النادي الأهلي شوية على الفريق، يعني دلوقتي خلاص الفريق في الفندق الإقامة الخاص به، يعني كمان شوية بالتحديد بعد ساعة من دلوقتي هتكون المحاضرة الأخيرة من مستر باتريس كارتيرون والجهاز الفني المعاون سواء كابتن محمد يوسف وبقية أعضاء الجهاز الفني. محاضرة فنية هتكون مهمة جدا بالنسبة للفريق قبل التحرك مباشرة لملعب المباراة واستاد رادس اللي النادي الاهلي يعني دايما بيكون متالق عليه، لكن دي حاجه ما تكونش طبعا يعني ما ناخدهاش ان هي يعني حتميه ان ممكن النادي الاهلي يفوز ولا حاجه النهارده، نتمنى ان شاء الله ان هو يفوز، لكن مش عايزين نفرط في التفاؤل يعني بمعنى اصح، لان طبعا تبقى المباراه في ارضيه الملعب وكل مباراه ليها ظروفها. النادي الاهلي يعني بقاله فتره كبيره جدا بيكسب في ملعب رادس مع الانديه التونسيه المختلفه، كسبنا الصفاقسي هناك، كسبنا الافريقي، كسبنا الترجي التونسي، ان شاء الله نكسبه كمان تاني النهارده ونقدر نفوز بهذا اللقب. دي لقطات حصريه لينا دلوقتي من مقر اقامه النادي الاهلي في العاصمه تونس، وطبعا في توافد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي. على فكره النهارده كان في طياره صباح اليوم، عدد كبير من جمهور النادي الاهلي كان مصر على الوصول لتونس وحضور المباراه من ملعب رادس اللي بصراحه اجواءه بتبقى رائعه جدا، ملعب كويسه وارضيه الملعب او حتى الحضور الجماهيري بيبقى غفير، لكن اتمنى يكون كله في سياق الاحترام ما بين جمهور الفرقتين وما بين اللاعبين كمان في ارض الملعب، لان طبعا الامور اللي بتبقى متواجده في ارض الملعب بتنعكس بشكل او باخر على الجماهير. دي طبعا لقطات لينا والجماهير النهارده وهي مسافره، ده كابتن الطياره وماسك علم الاهلي وكله بيساند الفريق النهارده، دي حاجات جميله بصراحه وحاجات بنتفائل بيها النهارده ان شاء الله، والامور كلها يا رب يا رب تبقى في صالح النادي الاهلي من خلال مباراه اليوم. ممكن يكون في قلق شويه عند بعض الجماهير وده شيء طبيعي جدا، وخصوصا بعد الاجواء اللي احنا بنعيشها خلال الاسبوع اللي فات بالتحديد، يعني من قبل الصحافه التونسيه وبعض التعليقات من قبل الجماهير، لكن ان شاء الله النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي متعودين على الاجواء دي بشكل دائم. يعني احنا عندنا عدد كبير من اللاعبين المتواجدين دلوقتي، حوالي 6 لاعبين منهم لاعب غايب اللي هو احمد فتحي،
لعبوا او خدوا بطوله دوري ابطال افريقيا بالتحديد قبل كده. اخر مره خدناها في 2013 مع كابتن محمد يوسف، ان شاء الله في ظل تواجد ايضا كابتن محمد يوسف كمدرب عام ومدير كره في الجهاز الحالي مع مستر باتريس كارتيرون، ان شاء الله يتكرر هذا اللقب، وكمان ان مستر باتريس كارتيرون حقق اللقب ده قبل كده مع تي بي مازيمبي، ان شاء الله يكون اللقب الثاني ليه، وان شاء الله كلنا نفرح النهارده. بعد الفاصل او بعد الكليب الجاي هيكون معايا الاستاذ طارق عوض والاستاذ خالد عامر عشان نتكلم بكل التفاصيل عن الصحافه التونسيه النهارده. لكن الجميل في الموضوع ان كل الشعب المصري وكل الزملكاويه البورسعيديه الاسماعيليه كل الناس بتهاجر النادي الاهلي النهارده، كلنا واحد وحلمنا واحد ان شاء الله افريقيا النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في مباراه النهارده. الاعصاب يعني خلاص ابتدت تتشد من بقالنا اسبوع يعني في الاعصاب المشدوده، لكن ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي موفق في مباراه اليوم ويرجعوا لنا كده من تونس ان شاء الله بكره معاهم كاس البطوله والبطوله رقم 9 عشان نهيئ نفسنا بقى ان شاء الله لكاس العالم للانديه، وحشتنا اكيد اجواءه كاهلاويه بشكل كبير جدا. خليني ارحب بضيوفي معايا في الاستوديو في هذه اللحظات، طبعا استاذ طارق عوض الناقد الرياضي، برحب بك يا استاذ طارق. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ وايضا استاذ خالد عامر، برحب بك يا خلود. مساء الفل، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله جميل الحمد لله. يعني المباراه النهارده صعبه جدا اكيد، ويعني كلنا على اعصابنا طبعا، كلنا بنشجع النادي الاهلي النهارده طبعا، وكل المصريين اكيد بيساندوا النادي الاهلي زي ما في تونس كل التوانسه واحنا متابعين خلال الفتره اللي فاتت كلهم بيساندوا الفريق الترجي. لكن ابتدي باستاذ طارق، يعني المباراه توقعاتك ليها ايه؟ هل متفائل ولا لا؟ رؤيتك للاجواء كمان المحيطه بالمباراه، اجواء يمكن صعبه شويه كمان. بص انا كنت متفائل لغايه من يومين فاتوا تقريبا يعني لاننا كنا بنتكلم على حاجات على ارض الواقع. انت في ال11 في الملعب هتعمل ايه؟ 11 لعيب قدام 11 لعيب هتعمل ايه؟ بالظبط. لكن للاسف في 48 ساعه اللي فاتت بدانا نحس بالقلق، في امور غريبه بتحصل طبعا. حصل امبارح كلنا شفنا بيان الكاف كان عامل ازاي، يعني حاجه سيئه جدا، توقيت سيئ جدا، قرارات سيئه جدا، وضغوط سلبيه على النادي الاهلي قبل الماتش بشكل غريب وغير مبرر. وللاسف ان الكاف اللي تاني مره على التوالي بيعملها مع النادي الاهلي وبيصدر بيانات او يصدر عقوبات قبل الماتش ب 24 ساعه، زي موضوع اكرامي بالظبط كده، نفس الموضوع بتاع شريف اكرامي. فاعتقد ان القصه انت على ارض الملعب انا ما عنديش اي خوف ولا عندي اي قلق نهائي، لكن الاجواء المحيطه بالملعب سواء حكم مباراه سواء جماهير شماريخ، يعني اعتقد ان احنا النهارده مش هنعرف نتفرج على الماتش كويس، الدخان هيبقى مال الملعب. شفنا الكلام ده في مباراه اول اغسطس، شفناه موجود في ماتش اول اغسطس الانجولي في السيمي فاينل، وكلنا يمكن ما كناش عارفين نتفرج، اتأذينا جدا واحنا بنشاهد الماتش يعني. فاعتقد ان انا كلعيبه جوه الملعب انا مش قلقان خالص ولا عندي اي ان شاء الله شك في ان النادي الاهلي يعدي بالبطوله يا رب. لكن المشكله زي ما قلت لك هي بره الملعب. مستر كارتيرون بيعرف يتعامل مع المواقف دي كويس جدا. واهم ميزه في مستر كارتيرون ان هو بيقدر يقرا خصومه بشكل كويس جدا، ويبقى عارف امتى يقدر يكسب وامتى يحافظ وامتى يعوض، ودي ظهرت في الماتشات الكتيره اللي لعبها النادي الاهلي سواء في افريقيا او في الدوري او في البطوله العربيه. شفنا كان بيبقى متاخر النادي الاهلي وبيرجع، بيبقى عايز يكسب وبيكسب، بيبقى عايز يحافظ ويحافظ، يعني حصل في ماتش وفاق سطيف رغم الضغوط الكبيره اللي كانت علينا في السيمي فاينل هناك في الجزائر لكن قدر يعدي بالماتش برضو، اتغلبنا 2-1 لكن كانت في النتيجه الامور كانت محسومه الحمد لله وكنا معديين. فعشان كده انا بقول ربنا يستر من حكم الماتش. الصحافه التونسيه كمان عارف ان الحكم لحد دلوقتي ما قالوش عليه رسمي، ما قالوش عنه، يعني ما قالوش ان الحكم الاثيوبي رسميا هو اللي هيقود المباراه. طيب المصيبه بقى ان كل الصحف التونسيه والمواقع التونسيه تسربت ان هو الحكم التيم اللي هو الاثيوبي، او في صوره نزلت له هو في مطار هناك، هو وصل تونس خلاص يعني هو موجود في تونس اوريدي. الضغوط اللي بدات على النادي الاهلي وعلى علينا كمان من بدري جدا، بحيث ان هم قالوا ان الحكم عدى على القاهره قبل ما يروح تونس. طب انتوا هدفكم ايه بالجمله دي؟ يعني جمله يعني مش عارف هدفها ايه بالظبط، يعني هل هو استمرار لحاله الحرب النفسيه بالظبط، واستمرار لحاله الحرب النفسيه اللي انتوا شغالين فيها؟ ربنا يستر ان شاء الله. حتى امبارح الموقع الرسمي للنادي الاهلي تم اختراقه من قبل جماهير الترجي التونسي، يعني هي حرب نفسيه، لكن الاهم الحرب، او مش هتبقى حرب، اهم المنافسه اللي في ارضيه الملعب ان شاء الله تكون للنادي الاهلي. خالد عايز اسالك ايضا على المعطيات اللي قبل المباراه، وانا بصراحه يعني قاصد ان انا ابتدي بالجزئيه دي وكل الاجواء المحيطه بالمباراه، لان بصراحه الموضوع يقلق شويه، بيانات كتير جدا من كافه فتره قليله، وده حاجه غير معتاده. رؤيتك ايه للاجواء دي وكل المعطيات قبل مباراه النهارده ان شاء الله؟ بص هو احنا خلينا زي ما استاذ طارق قال على بيان الكاف، هو بيان في وقت مش صح، مش مظبوط، والبيان نفسه ما فيهوش منطقيه في ان هو يطلع في الفتره دي، لانه البيان مش ما احتواش على اي قرار، ما فيش قرار موجه بايقاف لعيب، برفع ايقاف عن لاعب، باقامه مباراه من غير جمهور.
هو هجوم لمجرد الهجوم كانه تحول الى موقع عادي زي اي موقع. الجمله اللي ذكرت في البيان جمله متواطئ هي جمله صعب جدا، صعب جدا ان هي تلصق بمدير فني، خاصة ان انت باعت للمدير الفني طلب لاستجوابه في الاتحاد الافريقي بشأن ما ادعاه بخصوص تعدي احد لاعبي الترجي عليه. فانت منين طالب المدير الفني يجي لك عشان تحقق معاه، ومنين عايزه او بتتهمه بالتواطؤ من الباب للطاق كده. وده كان على هامش برضو، دي حاجة غريبة، ده كان على هامش افتتاح احمد رئيس الاتحاد الافريقي لجنة التقنية والتطوير في الاتحاد الافريقي. فانت عايز تطور، وفي نفس الوقت انت بتخرج عن كل السياقات المنطقية وبتروح تهاجم مدير فني بيلعب نهائي افريقيا. سيبك من كل ده، حالة الشحن المعنوي والجماهيري. طبعا دي لقطات يا خالد، بس اقطعك معلش، دي لقطات حصري عندنا دلوقتي من تونس، وزي ما شايفين العمري فاروق الوزير السابق ونائب رئيس النادي الاهلي، استاذ خالد الدرندلي، استاذ محمد الضماطي، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كلهم تقريبا هناك، يعني بيأزروا الفريق، ده شيء طبيعي. اتفضل يا خالد. ان شاء الله يرجعوا لنا بالكاس يا رب. على الرغم من الاجواء المتوتره زي ما بقول لك، حالة الشحن الجماهيري والشحن الحمد لله هدأت الوتيره شويه في الايام الاخيره بعد حاله التهدئه اللي طلع بيها الاعلاميين في تونس وفي مصر والمطالبات بان الامور ما توصلش الى مدى ابعد من الرياضه. بس انا في جزئيه خايف منها، وفي جزئيتين مطمنيني الى حد ما. الجزئيه اللي خايف منها هو في لعيبه كتير بتلعب افريقيا لاول مره، بتلعب نهائي افريقيا لاول مره، مش متعوده على الاجواء الصعبه زي ملعب رادس. ملعب رادس ملعب مخيف برضو، بنكسب عليه وكل حاجه، بس هو ملعب مخيف ان انت تلعب قدام جمهور 60,000 كلهم بيشجعوا بلا توقف في نهائي زي نهائي افريقيا بحاله الشحن الجماهيري اللي موجوده. هيبقى صعب شويه على اللعيبه. دي حاجه قلقاني ان انت اللعيبه في الملعب، بخلاف طبعا اللعيبه الخبرات حسام عاشور، وليد سليمان، اللعيبه اللي عندهم خبرات هم دولت اللي احنا بنعول عليهم ان هم يقودوا المباراه الى بر الامان. بقيه اللعيبه عندي بس قلق ان هم ما يقدروش يحافظوا على وتيره اللقاء. الحاجتين اللي مطمنني، خليني اقول لك يا خالد، تقريبا القايمه شبه قايمه الفريق السنه اللي فاتت اللي وصلت للنهائي برضه. بس يعني مثلا خلي بالك اجواء ملعب محمد الخامس في المغرب بكتير كمان، من رادس يعني. طبعا. بس طبعاً انا بتكلم في جزئيه صغيره. يعني مثلا عندك عدد من اللعيبه المؤثرين مش هيبقوا موجودين طبعا، وهي رايحه على الجماهير. ان شاء الله يرجعوا منصورين باذن الله، عندهم تفاؤل كبير يا رب يكون يعني ان شاء الله في محله ويكونوا راجعين مبسوطين باذن الله. اتفضل. اللي انا بقول عليه انه في عدد من اللعيبه المؤثرين اللي كانوا بيلعبوا القايمه، بس مش كلهم لعبوا. يعني مثلا لاعب صغير السن زي محمد هاني بيلعب نهائي افريقيا قدام الترجي في رادس بديلا لاحمد فتحي اللي هو الناس كتير بتعتبره ملوش بديل طبعا، الجوكر، فاهم قصدي؟ سواء مرام محسن او صلاح محسن جدا طبعا. لعب محمد هاني هيكون نزل بديل حتى الماتش اللي فات، كان ما شاء الله عليه محمد هاني. كان هايل، كان هايل. انا 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 من صغر محمد هاني وهو في منتخب الشباب وفي الناشئين الاهلي، وانا مقتنع بيه جدا ولاعيب دولي دلوقتي، الراجل متواجد في المنتخب. بس هو محتاج وقت برده ان هو يوصل لليفل احمد فتحي في التعامل والخبرات. بالظبط هو ده اللي بتكلم عليه، ان انت صلاح محسن او مروان محسن بديلا لازارو اللي لعب برده نهائي السنه اللي فاتت، برده بيلعب نهائي لاول مره، برده هتبقى تقيله عليه. الحاجتين اللي مطمنيني سريعا عشان ما اخدش وقت اكتر من وقتي، اتفضل. اولا باتريس كارتيرون، مش يعني لحد دلوقتي شايف ان باتريس كارتيرون ما حطش بصمه واضحه مع الفريق. بيعرف يعدي باللي هو عايزه، بس ملوش بصمه واضحه. ده ممكن يضيق الوقت يا خالد، يضيق الوقت بالظبط، يضيق الوقت ومع الفكره برضه يا امير. لسه اكيد ان شاء الله الاصابات طبعا. وفي يناير اكيد هيكون في تدعيمات كمان في السوق الفريق بالنسبه لي. اللي مطمني من باتريس كارتيرون ان هو مدير فني هادئ دايما، الهدوء بتاعه بينطبع دايما على الجماهير. كان محمد سعيد كنت بتكلم معاه في القصه دي، فهو اللي قال لي حتى الكلمه ديت، يقول لي هو دايما مدير فني هادئ، الهدوء ده بينطبع على اللعيبه بتاعته، ما يخرجوش بره تركيزه، ما يخرجوش بره الماتش، ما يحسش ان هو متوتر زياده. لما تلاقي مدير فني عصبي طول الوقت بره بيكهرب لعيبته، هو لا، هو هادي، بيعرف يقود الدفه كويس. الحاجه الثانيه، وجود كابتن محمود الخطيب في تونس، مؤازرته ليهم على الدوام سواء كانوا هنا او هناك، حرصه دايما على ان هو ينزل معاهم التدريبات حتى ناقص يتدرب معاهم، ده هيخلي الحافز مش بس ان هو احنا عايزين ناخد بطوله افريقيا، لا، في هجوم شرس جدا على النادي الاهلي، هجوم شرس جدا على كابتن محمود الخطيب، هجوم شرس جدا على اللعيبه. احنا عايزين نلعب عشان الراجل دوت اللي بيأزرنا في كل وقت
نديله شويه من الطاقه اللي بيبذلها عشان خاطرنا. فدول حاجتين مريحيني الى حد ما، اتمنى ان هم يعرفوا يستغلوهم ونعدي. هنتكلم طبعا عن تفاصيل الماتش شويه بس يعني مع مرور الوقت يعني. خلاص اوكي يا مسهل يا رب، ان شاء الله تكون الامور كلها بتساعد النادي الاهلي في مباراه النهارده. استاذ طارق، يعني عايزين نتكلم مع بعض عن عناوين الصحف المصريه النهارده، نبتدي بيها. ويمكن البوابه الاهرام قالت ان احمد فتحي ومؤمن زكريا بيساندوا النادي الاهلي في تونس. تواجد اللاعبين اللي هم مش هيكونوا متواجدين في قائمه المباراه لاسباب مختلفه، شايف ان تواجدهم هناك في ملعب الرادس هيدي حافز اكبر للاعبين في ارضيه الملعب؟ اكيد هيديهم حافز كبير جدا. بيلقى على اللاعبين بالمسؤوليه الكبيره قوي جوه الملعب، ان احنا جينا واقفين معاكم ومساندينكم، انتم مش لوحدكم موجودين وروح كويسه يعني طبعًا. حتى اللعيبه مش موجودين في المباراه بس عايزين يساندوا زمايلهم يعني عارفة. خلينا كمان اذا كنا بنتكلم على احمد فتحي على اعتبار ان هو مصاب والحظ للاسف ما اسعفوش ان هو يبقى موجود بالزبط. في الماتش النهارده، لكن كلنا عارفين المشاكل اللي بيمر بيها مؤمن زكريا في الفتره الاخيره والكلام ده كله. فوجوده في حد ذاته ده بيدي رساله كويسه جدا وقويه جدا للعيبه، ان هو مهما حصل او اي حاجه حصلت قبل كده احنا النهارده قدام الماتش بس هدفنا واحد بس اللي هو نكسب بطوله، بعيد عن اي مشاكل كانت بتحدث مثلا في الجوانب اللي هي الخلفيه اللي احنا ما نعرفهاش او الكلام ده كله المحيطه بالمباراه بالظبط كده. فاعتقد ان زي ما خالد تفضل وقال، وجود كابتن محمود الخطيب، وجود لعيبه النادي الاهلي مش مشاركه، وجود اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وجود الجماهير دي اللي راح النهارده، كل دي بتبقى دوافع اللعيبه حطها قدام عينيها، واعتقد ان هم هيشوفوها في المدرجات. كده انا كنت رحت ملعب رادس قبل كده، وفعلا زي ما خالد بيقول ملعب مخيف جدا خصوصا لما بيمتلئ بالجماهير. بيبقى صعب جدا، صوت الجماهير التونسيه جواه بتبقى صعبه جدا، قويه جدا على اللعيبه. فعلا كان مطلوب ان الكل يبقى مساند النهارده. الصحف المصريه النهارده الحمد لله يعني واضح جدا ان هي كلها على قلب رجل واحد النهارده كلهم اهلي. الصور اهي برضو زي اللي احنا بنتكلم عليها، احمد فتحي ومؤمن زكريا في صور سابقه كمان واعضاء مجلس الاداره في طريقهم لتونس بالظبط. فانا بتكلم ان فعلا المسانده مطلوبه جدا. الصحف المصريه النهارده على العكس، يعني انا كان ليا عتاب على المواقع المصريه اللي نشرت بيان الكاف بدون ما تشجب او تدين بيان الكاف زي ما خالد تفضل وقال، ان كان لازم يعني يبقى في قرار انت اتهمت كارتيرون بتواطئ وانت ما عندكش تحقيق، يا تطلع قرار يا تسكت انت محققش اصلا. فاعتقد ان يعني ليا عتاب على بعض المواقع اللي نشرت بدون ما تشجب الكلام ده، لكن النهارده الحمد لله رب العالمين كل الصحف المصريه واقفه في ظهر النادي الاهلي كلهم مستنيين البطوله التاسعه. يمكن ده موجود برضو في الصحف التونسيه بشكل كبير قوي. امبارح على سبيل المثال كان في احد الصحف، احدى الصحف التونسيه، وقالت ان الترجي بيوحد البلاد، ويعني دي حاجه برضه يعني الصباحه التونسيه. الصباحه التونسيه قالت النهارده ان احنا كلنا ترجي. والشروق التونسيه جريده الصريح هي اللي قالت لا الصباحه التونسيه قالت كلنا ترجي. كلنا ترجي الصباح. الشروق قالت ان الترجي فيه مهمه صعبه، بيمثل الدوله، بيمثل البلد، وكلنا لازم نكون في ظهره والكلام ده كله. في قناه زيتونه التونسيه، قناه شهيره، امبارح بالليل قعدت ساعتين عامله برنامج لمده ساعتين لغايه الفجر، بتشحن الجماهير التونسيه وبتشحن لعيبه الترجي، وكلنا ثقه في الترجي ومنتظرين البطوله الثالثه للترجي والكلام ده كله. عارفين هم طبعا ما حدش قلل من قيمه النادي الاهلي ولا حد اتكلم بسوء عن النادي الاهلي، لكن الشحن المعنوي زايد جدا جدا جدا، باين في الميديا بتاعت تونس بشكل واضح قوي. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تبقى عندها استيعاب لكل اللي بيحصل ده، وعندها ثقه وقدره ان هي تعدي بالمورال بره الامان. زي ما قلت لك انا ان شاء الله 11 لاعب قدام 11 لاعب ما عنديش اي مشكله، ما عنديش اي ازمه في النادي الاهلي عادي. طيب يعني خالد، صحيفه الصريح التونسيه قالت ساعات قبل مواجهه الترجي والاهلي الهيكا توجه نداء الى وسائل الاعلام، ويعني بيتكلموا على ان يعني ضروري جدا يكون في تهدئه من وسائل الاعلام المختلفه سواء التونسيه او المصريه. ضروره الموضوع ده من وجهه نظرك قبل يعني ساعات قليله جدا من المباراه؟ هو الفكره فيها بس زي ما كنا بنقول من شويه انه الموضوع تجاوز الحد المنطقي. باجواء بتفكرنا شويه باجواء مصر والجزائر اللي احنا ما بنحبش نفتكرها. وفي النهايه ده ماتش كوره. في النهايه ان كان الحكم اخطا فهو اخطا في ماتش كوره، ان كان الحكم اصاب والترجي خسر فالترجي خسر في ماتش كوره. في النهايه هي ماتش كوره، فاهم قصدي؟ ما ينفعش ان هو يتجاوز الحدود المسموح بيها في الرياضه. الهيكل اللي هي حاجه زي الهيئه الوطنيه للاعلام عندنا،
كانت بتناشد انه هي بقى لها فتره شغاله في عمليه الشحن اللي احنا بنتكلم عليها، انه وسائل الاعلام التونسيه كلها بتمشي ورا الترجي، وسائل الاعلام التونسيه كلها بتهاجم الحكم وبتهاجم الاتحاد الافريقي وبتهاجم الاهلي وبتهاجم مصر وبتهاجم كل حاجه، وهم بداوا يحسوا ان الموضوع تخطى شويه الحد اللازم يعني. فبدات في عمليه التهدئه اللي انت بتتكلم عليها، انه احنا لا نهدي شويه. الشحن المره دي ناتج عن ايه يا خالد؟ يعني اشمعنى المره دي؟ ما الاهلي والترجي لعبوا بعض قبل كده، يعني 2012 الاهلي والترجي كانوا بيلعبوا في نهائي البطوله، الاهلي وفق وخد البطوله، بس كانش فيه الشحن ده والامور اللي قبل المباراه دي. الموضوع المره دي ناتج عن ايه؟ بص، انا في اعتقادي الشخصي الشحن دوت جاي لثلاث اسباب رئيسيين. اولا بسبب الاهلي والترجي، انه الترجي حاسس ان هو كل مره بيواجه الاهلي بقى مش عقده، بس هو خلاص بقت مهمه مستحيله بالنسبه للترجي، ان هو بقى لهم 7 سنين تقريبا ما بيفوزوش على النادي الاهلي. اه 7 سنين فمن اخر مره فاز عليها في 2011. فالموضوع بقى بالنسبه لهم صعب، فهم كانوا داخلين المباراه بحاله شحن كبيره جدا، المباراه الاولى كمان بحاله شحن كبيره جدا، ان احنا هنعوض كل السنين اللي فاتت دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاخطاء بتاعه مهدي عبيد، او ما يراه البعض ان هي اخطاء، وما يراه البعض الاخر ان هي مش اخطاء. وجهه النظر التونسيه ان هي كارثه، انه ده دي كارثه حصلت في استاد برج العرب، واحنا ما ينفعش نسكت عليها. فبدا حاله الشحن اللي احنا بنتكلم عليها عشان يعوض الكلام ده. الحاجه الثالثه، حاله الشحن دي من جانب الجمهور والاعلام التونسي، لانه اعتقد ان هو عارف ان الاهلي شخصيه الاهلي قويه في النهائيات فعلى ارض الملعب زي ما كان استاذنا طارق بيقول، على ارض الملعب 11 لعيب ل 11 لعيب كفه الاهلي تميل شويه. بالزبط. مش شويه كتير، لان برضو الترجي فيهم عناصر قويه جدا طبعًا. بس خبرات، تاريخ في البطوله، قوه شخصيه من اسم النادي، بس كفه الاهلي تميل شويه. فهو عشان يكسب الاهلي لازم يدخلها في حته بره سياق الكوره شويه. لازم يدخلها في رشوه حكم، لازم يدخلها في شحن جمهور، لازم يدخلها في انه يوقفك في المطار 3-4 ساعات عشان ما تروحش. امبارح انا كنت متوقع، ما حصلش الحمد لله، بس كنت متوقع ان الجمهور الترجي هيبات جوه الفندق بتاع الاهلي مش بره عشان يطبلوا بتاع ده، هيبات جوه الفندق. قوي بصراحه، في تامين قوي ونشكرهم جدا. بس انا عايز اقول ان على المستوى الرسمي، يعني على المستوى اللي هو الليفل الاعلى، في تنسيق عالي جدا وفي تامين كبير جدا وفي تفاهم كبير جدا من الجهات الحكوميه والرسميه في تونس وبعثه النادي الاهلي. لكن تحت بقى على مستوى الجماهيري الدنيا صعبه جدا جدا كده. صعبه بشكل يعني ربنا يسترها يعني. ربنا يسترها. يعني ده لو هتكلم كمان على مستوى فني، انا كنت دايما من ساعه ما كان السنه اللي فاتت بتردد ان فرانكوم ممكن يجي النادي الاهلي، او النادي الاهلي كان بيتفاوض مع فرانكوم، كان نفسي جدا ان هو يجي. فعدم وجود فرانكوم النهارده اعتقد انه هيدي مساحه كبيره جدا اللي خط وسط النادي الاهلي انه يقدر يتحكم في المباراه. يقدر يسيطر. مهم بصراحه، لعيب مهم جدا. وده يمكن انا عايز اقول بس حته فنيه شويه، لو معلش يا امير، احنا بنتكلم في حته بعيد عن الفنيه شويه، لكن غياب فرانكوم النهارده هيخلي المعين الشعباني اللي هو المدير الفني للترجي التونسي هيغير في طريقه لعبه مخصوص. طيب هنرجع نتكلم عن فرانكوم والغيابات سواء في الفرقتين بالتحديد، لكن نروح سريعا لزميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي واللي متواجد طبعا في مقر النادي الاهلي في الجزيره، عشان يقول لنا ايه كل الاجواء قبل ساعات قليله من انطلاق مباراه الاهلي والترجي في النهائي الافريقي النهارده. اتفضل يا شريف. تحياتي لك زميلي امير، تحياتي لضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. هنا من نادي اهلي الجزيره، الكل بيقول يا رب البطوله التاسعه باذن الله الوصول الى كاس العالم للانديه، حلم كل اهلاوي، حلم كل مصري، وحشنا كاس العالم وحشتنا بطوله افريقيا. باذن الله يكون الليله البطوله التاسعه في تاريخ النادي الاهلي والنجمه التاسعه كمان. يمكن النادي الاهلي استعداد قوي جدا لهذه المباراه المهمه، الغاء جميع الاجازات للامن للخدمات لكل موظفي النادي الاهلي. يمكن الاهلي استعد بثلاث شاشات عملاقه كبيره لاعضاء النادي الاهلي وثمان شاشات صغيره، يعني المجموع 11 شاشه لكل اعضاء النادي الاهلي عشان يتفرجوا على المباراه باذن الله، ويكون باذن الله يوم سعيد للاهلاويه. يمكن 5000 كرسي زياده على
عدد كراسي النادي الاهلي علشان ما فيش ولا عضو ما يستمتعش بمشاهده هذه المباراه الهامه. مدير الفرع الاستاذ خالد مرسي، مدير الخدمات الاستاذ محمد الالفي، مدير الامن الصناعي او السلامه والصحه المهنيه الاستاذ ناصر ابو زيد، الكل استعد لهذه المباراه، مدير مجمع حمامات السباحه الاستاذ ياسر عزاز، الكل بقى استعد الكل على قدم وساق لنجاح هذا اليوم. زي ما قلت لك الغاء جميع الاجازات لكل افراد، كل مستعد، الكل متاهب، متبقي حاجه وقت، متبقي فقط التوفيق باذن الله لفوز النادي الاهلي بالنجمه التاسعه. يمكن دي كانت اجواء النادي الاهلي الى الان، الاعداد في تزايد مستمر، يمكن خلفي الشاشه العملاقه في النادي الاهلي بالجزيره بجوار تمثال الراحل الكبير طبعا المايسترو الكابتن صالح سليم، بدات الاعداد تتوافد لمشاهده هذه المباراه الهامه في انتظار باذن الله ان النهارده يكون يوم سعيد باذن الله لجميع الاهلاويه، لجميع المصرويه. النجمه التاسعه باذن الله، اليك الكلمه زميلي امير. اتفضل. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. طبعا قلنا كل الاجواء في مقر النادي الاهلي في الجزيره، واكيد مقرات النادي الاهلي مختلفه سواء في مدينه نصر ايضا والشيخ زايد، كل الاعضاء متواجدين عشان يتابعوا المباراه وكل متاهب لهذه المباراه. كنا نتكلم على استاذ طارق على فرانكوم واهميه هذا اللاعب، واكيد غيابه هيكون مفيد للنادي الاهلي. بالظبط، يعني غيابه انا بقول ان هو معين شعباني المدير الفني للنادي الترجي التونسي هيغير خطته النهارده تمام الماتش من اجل فرانكوم. يعني هو كان دايما بيلعب دايما بوفوسيني وفرانكوم الاثنين في نص الملعب ارتكاز، فوسيني كوليبالي كوليبالي الاثنين ارتكاز، وكان بيلعب بالثلاثي اللي هم المهاجمين اللي قدامهم غيلان الشعلاني، غيلان الشعلاني انيس البدري، وانيس البدري شمال يوسف بلايلي والخنيسي، وبتاع ياسين الخنيسي كان قدام. النهارده هو ممكن يضم هيثم جويني في نص الملعب مكان فرانكوم، عشان هو كمان ما هو متاخر بهدفين، هو برضه عايز يعوض، وبالتالي هيلعب اعتقد، ده ظني وان شاء الله ده يحصل، انه لو لعب بارتكاز واحد بس هيبقى في مساحات قدام النادي الاهلي انه يقدر في نص الملعب يخطف، لكن احنا عايزين حد سريع، يعني محتاجين حد سريع عشان يقدر. عايز اتكلم بس على الحاله المعموله في الجزيره. انا عايز، النادي الاهلي ما وصل للسنه اللي فاتت النهائي افريقيا بالظبط، بس الحاله دي ما كانتش موجوده. السنه دي الحاله فعلا مختلفه. يعني عايشين اجواء السنه دي، يمكن لكميه الضغوط اللي وقعت على النادي الاهلي السنه دي، كميه المراسات غير الطبيعيه اللي مورست قدام النادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره السنه دي، مخليه الناس كلها عندها حافز كبير قوي ان البطوله دي ربما تكون من اعظم البطولات اللي النادي الاهلي يحصل عليها. يا رب ان شاء الله. ونتمنى الشحن، خلي بال حضرتك الشحن اللي تونس عاملاه، اللي جمهور الترجي عامله، زي ما جيب فايده ليهم جيب فايده للاهلي، حاله الشحن انتقلت لهنا وبدات تسري ما بين الجمهور، انه زي ما هم بيشحنوا بعض، طب احنا كمان هننزل وهنشجع وهنروح. فاهم قصدي؟ لا ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق النهارده، ودعوات كل المصريين والاهلاويه لفوز النادي الاهلي النهارده ببطوله دوري ابطال افريقيا. نروح الشيخ زايد بسرعه ونشوف زميلنا مراسل قناه النادي الاهلي احمد كوان عشان يقول لنا الاجواء ايضا في مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد. اتفضل يا احمد. امير مساء الخير على ضيوفك الكرام وكل متابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله نحتفل جميعا باذن الله بالنجمه التاسعه باذن الله على قميص النادي الاهلي وداخل دولاب النادي الاهلي. كما تعودنا النادي الاهلي بيفرض حاله من السرور والسعاده على كل اجواء الشوارع المصريه وليس برضه فرع الشيخ زايد، لكن خليني اكلمك عن فرع الشيخ زايد. حاجه يمكن تنظيم كبير جدا من رجال الامن والمسؤولين الاجهزه التنفيذيه داخل المقر لتسهيل كل الحاضرين، كذلك من اعضاء. يمكن شايف ورايا تنظيم كبير جدا من وضع الكراسي بشكل منتظم، وعدد كبير جدا من الكراسي موجوده لراحه العضو، كذلك شاشه عملاقه لمتابعه المباراه منذ بدايتها حتى نهايتها، وان شاء الله نحتفل. كذلك يمكن اتكلمت مع بعض المسؤولين، حتى لو في احتفالات ان شاء الله كل الجهود مبذوله من اجل الاستعداد باذن الله، باذن الله بان نحتفل مع النادي الاهلي في حين فوزه النهارده باذن الله والحصول على لقبه الافريقي. يمكن الهدوء داخل نادي الشيخ زايد يعني منذ بدايه فتح ابوابه، يمكن بقى اولياء الامور وابنائهم يعني بيقضوا وقتهم لحد ما تقرب وقت المباراه ويتقرب ساعات المباراه ويبداوا يركزوا ويشاهدوا المباراه، لكن يمكن في هدوء حتى الان داخل النادي. يمكن حاله السير من السيارات منظمه، حاله الحضور مطمئنه، كل الامور هنا مستعده على اهب الاستعداد لمتابعه المباراه باذن الله في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي. كل الامنيات الطيبه للفوز بالنجمه التاسعه لنادينا الكبير النادي الاهلي.
بشكرك يا احمد، شكرا جزيلا احمد كوان مراسل قناه النادي الاهلي، واللي كان متواجد او لسه متواجد طبعا في مقر النادي في الشيخ زايد. طيب خالد، يعني عايزين نكمل كلامنا على الغيابات ونتكلم عن النادي الاهلي قبل ما نكمل طبعا كلامنا على عناوين الصحافه بشكل عام النهارده. غياب احمد فتحي وليد ازارو بخلاف طبعا علي معلول واجاي غياباتهم طويله، لكن احمد فتحي وليد ازارو غيابهم عن هذه المباراه شايف انه ممكن يكون مؤثر بشكل كبير على النادي الاهلي؟ مؤثر طبعا، مؤثر بلا شك. غياب قيمتين في الاهلي زي احمد فتحي ووليد ازارو اللي هو المهاجم الاساسي بتاعك بقاله سنتين طبعا مؤثر، بس هما ليهم حل. يعني هو مش 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 وان واي تيكت، فاهم قصدي؟ احمد فتحي قلنا محمد هاني قدم مباراه جيده جدا في مباراه الذهاب في برج العرب، وكان بدري يعني اصابه احمد فتحي كانت بدري، كانت بدري، هو نزل من اول الماتش تقريبا، هو كان عنده اصابه قبل المباراه للاسف، بس كان يعني كان هو خلاص شفي تماما، لكن وارد ان الاصابه تجدد يعني وارد. الفكره فيها بس محمد هاني عليه الحذر قليلا في الجانب الدفاعي. لعيب حريف عنده سرعه كبيره، عنده وعي هجومي، بيعرف امتى يطلع وامتى يضم وامتى يرفع، عنده قصور شويه في الناحيه الدفاعيه لازم يخلي باله منها، لانه جمهور فريق الترجي ما عندوش حاجه يبكي عليها، هيهاجم مش بكل خطوطه، ده هيطلع الجمهور يهجم معاهم، فهيعمل ضغط هيعمل ضغط جامد جدا، خاصه من ناحيه يوسف بلايلي اللي هي ناحيه محمد هاني اللي هو بيعتبر مفتاح لعب رئيسي للترجي التونسي. على فكره محمد هاني دفاعيا كويس جدا، دفاعيا كويس، بس 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 خبراته بس اللي لسه خبراته ده طبيعي عشان هو الكلام ده هو ده بس عشان طب كده. طب خلينا نروح ناخد جزئيه ثانيه مهمه وهي خاصه بعلي معلول. علي معلول نجم النادي الاهلي بيغيب عن هذه المباراه، طبعا متواجد في تونس وبيأزر الفريق، وامبارح كان متواجد في فندق الاقامه. خلينا نروح لصحيفه الصباح التونسيه، وقالت تصريحات على لسان علي معلول ان الحكم الجزائري لم يخطئ في الذهاب عن سوء نيه، واتمنى فوز الاهلي برابطه الابطال. وكمان كان ليه تصريح في صحيفه الصريح، وفي تصريح في كمان يا جماعه كان في الصحافه اليوم صحيفه تونسيه، وقال اتوقع تتويج الاهلي برابطه الابطال. يعني تصريحين متشابهين. غياب علي معلول عن المباراه وكمان مؤازرته للفريق واهتمام الصحافه التونسيه بالتواصل مع علي معلول، خصوصا هو احد اهم اللاعبين في تونس المنتخب التونسي وكمان احد اهم اللاعبين في النادي الاهلي، رايك ايه في تصريحاته وشايف تصريحاته؟ والله تصريحات معلول يعني عايزه بس نتكلم على حاجه سابقه في الماتش اللي كنا بنلعب فيه الترجي اللي كسبنا فيه 2-1 هناك يا خالد، اللي علي معلول جاب فيه السنه اللي فاتت نص النهائي دور الثمانيه، في نص النهائي كان دور الثمانيه، كان دور الثمانيه، كان دور الثمانيه، كان دور الثمانيه. عايز اقول ان علي معلول في الماتش ده يمكن تحرر من واجباته الدفاعيه تماما. بقول لك ايه، ده الشوط الاول كان عامل شوط صعب قوي بالظبط، وكان سبب لنا في ضرب الجزاء كان سبب لنا في ضرب الجزاء على النادي الاهلي. الشوط الثاني تحرر وكانه يعني عايز اقول بقى ايه، ان هو مش مجرد لعيب، ده لعيب مولود جوه النادي الاهلي بالظبط، عمل اسيست وجاب جول، وجاب جول بتاع الجون بتاع جونيور اجاي، وهو نفسه جاب الجون الاول. حتى تشوف شكله لما جاب الجون الاول بالظبط، بيجري بيحتفل وبياخد الكوره وبيجري، مولود في الاهلي فعلا. فتصريحات مش غريبه على علي معلول، واحد من اهم اللاعبين في النادي الاهلي، اللي كمان يعتبروا مش يعني في لعيبه بتبقى مهمه، لكن معلش ممكن نتكلم في حته الاخلاص ما تبقاش 100%، انما علي معلول لعيب مخلص 100% للنادي الاهلي، لعيب مهم جدا في مركزه، والحمد لله يمكن اصابته على ربنا عوضنا بايمن اشرف. ايمن اشرف طيب، انا حتى كتبت على صفحتي الشخصيه في الماتش اللي فات ان حطيت له صوره وقلت له انت واحد من اعظم اللاعبين الليله بالظبط. ايمن اشرف الحمد لله رب العالمين، ما حسيتناش ان غياب علي معلول كبيره، عنده روح كبيره جدا في الملعب، عنده واجبات دفاعيه صارمه بيقدر يغطيها بشكل كويس جدا. يمكن انا حتى كنت بتكلم في الفتره اللي غاب فيها علي معلول الاصابه السنه اللي فاتت، وكنا بنقول علي معلول هو مع الفريق في فندق الاقامه الفتره اللي كان بيلعب فيها صبر الرحيل يا خالد اساسي في غياب علي معلول، كانت الحته بتاعت الناحيه الشمال دي متغطيه كويس جدا، لان ايمن اشرف كان بطبيعه الحال هو كان بيلعب السنه اللي فاتت مساك، كان بيلعب مساك، فكان بيتحرك بطبيعه لعبه، هو بيتحرك بالطبيعه ان هو بيروح ناحيه الشمال، فكان بيغطي ورا صبر الرحيل، فكناش حاسين بازمه ان يعني في ازمه في الناحيه في المركز الظهير الايسر. فاعتقد ان وجود ايمن اشرف في غياب علي معلول الحمد لله مطمئن جدا في الموضوع ده، لكن كنا نتمنى وجود وليد ازهر
وليد ازارو كنا نتمنى وجود ازارو. مع امير في قصه وليد ازارو دي والحلول البديله بتاعتنا في غيابه، الحلول هو لعيب مهم قوي. الحلول البديله انا عندي يعني للاسف الحلين بيبقى فيه شك كامل وشك نقص. اتكلمنا على مروان محسن وده الخيار الاول لمستر كارتيرون لحد دلوقتي، لحد دلوقتي هو الخيار الاول. فمروان زي ما احنا عارفين بينقص السرعه، السرعه دي متوفره في صلاح محسن، لكن على النقيض تماما صلاح محسن ما عندوش خبره قوي بالظبط، وبالتالي احنا للاسف عندنا شك كامل وشك ناقص. اعتقد يعني مستنيين التوفيق بس من ربنا سبحانه وتعالى. الاختيار هيبقى على حسب الاستراتيجيه اللي هيلعب بيها مستر باتريس كارتيرون، سواء مروان او صلاح محسن. الاقرب لحد دلوقتي مروان نسبيا، مش بفرق كبير. يعني انا عايز اقول ان دايما في عقل مستر كارتيرون اللي هو ايه، النهارده انا نازل عايز اكسب، فدايما بيبقى الهجوم بتاعي اللعيبه اللي بتلعب بشكل هجومي هي اللي لها الاولويه في التشكيل. النهارده انا عايز اتعادل او عايز اخرج بالمباراه لبر الامان، بنزل اللعيب اللي هو عنده شويه واجبات دفاعيه بالزبط. يعني لما تيجي تقارنها تحسبها بتبقى ظاهره قوي في التغيير ده اللي بيحصل ما بين احمد حمودي وما بين ميدو جابر. النهارده احمد حمودي بيحط له عشان الواجبات الدفاعيه بتاعت ميدو جابر اكتر شويه، عشان كده ميدو جابر ايضا النهارده هو الاقرب ان هو يكون على حساب كده. انا حتى متوقع ان ميدو جابر هو اللي يبدا بالمباراه لحد ما انت يعني ربنا يكرم وما نبقاش محتاجين ان احنا عايزين لازم نجيب جول. يعني مش محتاجين دي وما نبقاش عايزين دي، فاعتقد ان هيبقى الاقرب ميدو جابر حتى لو عايزين جول ان شاء الله. النادي الاهلي قادر يا رب الاهداف يا رب ان شاء الله. اتفضل يا استاذ، كنت عايز تتكلم عن وليد ازارو. عايز اتكلم عن جزئيه وليد ازارو ازاي نعوضها. في طريقتين، طريقه العاديه اللي هنلعب بيها يعني توقعاتنا ان باتريس كارتيرون ممكن يلجا ليها، هي ان هو يلعب وليد سليمان مش كصانع العاب متاخر بيقوم بواجبات دفاعيه، ان هو يقفل نص ملعبه تماما ويلعب وليد سليمان كمهاجم تاني او شادو سترايكر، ان هو قريب لمنطقه الجزاء يستغل ان الترجي هيهجم بكل خطوطه ويبدا يلعب من وراهم ويخلي وليد سليمان قريب شويه من منطقه ال 18 مع الاعتماد على مروان محسن كفولس ناين مثلا. ممكن نقول ان هو يبقى محطه وليد سليمان يبني عليها اللعب بالظبط، ويقوم بعمليه تفريغ منطقه الجزاء لوليد سليمان او لاي حد قادم من الخلف، لانه مروان محسن عنده الذكاء وعنده الخبره ان هو يقدر يعمل ده. في حاله ان انت مضغوط لا قدر الله، لا قدر الله الترجي جاب جون وبتلعب ومضغوط، ممكن ساعتها ينزل صلاح محسن جنب مروان محسن ويبدا يلعب باثنين تحتيهم وليد سليمان، يستغل سرعه صلاح محسن ووليد سليمان في ان هم يتحركوا على الاطراف، ويستغل تمركز وخبره مروان محسن في ان هو يرجع شويه لورا يبدا يبني للي جايين من الخلف. انت عندك ميزه افكار انت عندك ميزه المفروض ان مستر باتريس كارتيرون واقف عليها كويس، هي التنوع التكتيكي في خط الهجوم. عندك واحد بطيء بس خبره وبيعرف يوقف الكوره ويهولد اون تو ذا بول، عندك واحد بيجري بيفنش كويس بس ما عندوش خبره، لو لقى اللي يحركه هيروح. عندك واحد عنده خبره وسرعه بس بيلعب في مركز متاخر، فهو عنده تنوع تكتيكي معقول ان هو يقدر يلاقي حلول تكتيكيه مختلفه. هو متاخر واحد كسبان واحد متعادل عنده حلول تكتيكيه كتير. عامه الثقه عاليه جدا في الجهاز الفني بكادر مستر باتريس كارتيرون بصراحه، والناس عاملين شغل محترم جدا لحد دلوقتي. طب خالد، الجمهوريه قالت ان من الفارس في لقاء رودس، الاهلي واجه الترجي بالثلاث تسعات يعني، عشان النهارده يوم 9 والبطوله رقم 9 وماتش الساعه 9. حته الرودس دي في ناس متفائله بالموضوع ده، هل كل مره بتسلم الجرايه يعني كل مره ممكن النادي الاهلي يفوز هناك، ولا شايف ان الموضوع ده مش واقعي شويه او كل مباراه بيبقى ليها ظروفها؟ اولا مش واقعي، يعني احنا ما في الاول وفي الاخر ما بنلعبش في التتش، مش واقعي خالص. فريق الترجي فرقه كبيره وفرقه منظمه ليها طموح ان هي تكسب وطموح مشروع وممكن تحصل. كل سيكونس في حاجه بتكسره. انت تقريبا ما بتخسرش على رادس. انت لعبت الترجي 19 مره، انت خسرت على رادس مرتين بس ده كان زمان قوي. يعني انت زمان انت لعبتهم 19 مره، كسبتهم 8 مرات وخسرت منهم 3 مرات. طب نكمل يا خالد، 3 مرات مرتين على رادس. خلينا نروح تونس بسرعه نطمن من زميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي هناك، عشان نشوف ايه الاخبار وايه الاجواء بالنسبه للفريق وللبعثه قبل ساعات من انطلاق مباراه اليوم. اتفضل يا كريم.
برحب بيك زميلي امير في البدايه، وتحياتي ليك وتحياتي لكل المشاهدين كل جمهور النادي الاهلي. دعواتك طبعا يا امير في البدايه ودعوات كل جمهور النادي الاهلي باذن الله البطوله التاسعه الافريقيه تكون من نصيب النادي الاهلي. اجواء كالعاده بالنسبه لفريق النادي الاهلي داخل فندق الاقامه لحاله التركيز الكبيره، ساعات بسيطه طبعا يا امير وبتفصلنا عن هذه المباراه، لكن عايز ابدا معاك من لحظات كان موجود ومتواجد ووصل بالفعل الى فندق الاقامه دكتور اشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضه بمسانده كبيره طبعا، وزي ما قلنا واكدنا امير النادي الاهلي بيمثل مصر والكل بيساند النادي الاهلي. المهندس هاني ابو ريده، مستر محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، المجلس بالكامل، كل محبين النادي الاهلي خلف النادي الاهلي في هذه المباراه الهامه والمرتقبه. وزي ما بنقول في كل رسائلنا امير، الحمد لله الامور ماشيه بشكل مطمئن بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. تدريبات كانت ماشيه الحمد لله بالنسبه للنادي الاهلي، استفاد من كل الجرعات التدريبيه اللي كانت متواجده، تركيز شديد جدا بيفرضه مجلس الاداره كابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره مستر باتريس، جلسات زي ما بنقول مستمره، محاضرات بشكل مستمر. الامور الحمد لله باذن الله النهارده تصب في مصلحتنا، وباذن الله يكون لنا فرحه في الملعب في فندق الاقامه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. البطوله باذن الله التاسعه تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. كمان باكد لك يا امير ان كان من لحظات عقب وصول الدكتور اشرف صبحي وصل بالفعل كابتن احمد فتحي، كابتن مؤمن زكريا، كابتن هشام محمد، كابتن احمد الشيخ، كمان يمكن كل اللعيبه جايه تساند فريق النادي الاهلي. احمد فتحي اصابه بتحرمه من مباراه نهائيه كبيره، لكن رغم الاصابه لابد يكون متواجد خلف النادي الاهلي. هشام محمد ايضا كمان الاصابه التي حرمته من هذه المباراه. احمد الشيخ، الكل متواجد خلف النادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج النهارده دعم الجميع رغم قله الجماهير اللي هتكون متواجده، وباكد لك يا امير من جديد وصل بالفعل الفوجه الثاني لجماهير النادي الاهلي، يمكن بعض منهم كان موجود هنا في فندق الاقامه وبعض منهم هيكون متواجد مباشره امام فندق الاقامه. ليه بنقول امام فندق الاقامه؟ لكن لان بعثه فريق النادي الاهلي، البعثه الاعلاميه، فريق النادي الاهلي، الجهاز الفني، مجلس الاداره، جماهير النادي الاهلي فندق الاقامه. كعرف المعتاد جمهور النادي الاهلي في كل المباريات الخاصه به الترجي التونسي بتكون النادي الاهلي بيروح مباشره او جمهور النادي الاهلي بيذهب مباشره الى استاد رادس، لكن حرصا طبعا على الحاله الامنيه هنا وحرصا على الامور الخاصه والمحيطه به هذه المباراه. كان قرار رائع ومميز جدا، يمكن نسق معاه العميد محمد مرجان المنسق الامني المتواجد مع فريق النادي الاهلي مع كل وزاره الداخليه هنا، وايضا كمان الجانب التاميني، ان تكون الموكب واحد يحمل طبعا جماهير النادي الاهلي، ويكون في البعثه الاعلاميه وفريق النادي الاهلي والجهاز الفني والجميع يكون في موكب واحد، نظرا طبعا ان هيكون في بعض الجماهير اكيد هتكون متواجده قريبا من الاستاد. فبيحاولوا طبعا ان تكون كل الامور الحمد لله تصب في مصلحه النادي الاهلي. الامور التامينيه دي باذن الله تساعدنا ان احنا نصل من غير اي امور تعوق فريق النادي الاهلي. اكيد متوقع ان يكون في بعض الزحام، بعض الامور دي، لكن ان شاء الله كل الامور تسير بشكل مطمئن. وهدفنا يا امير وهدف كل جمهور النادي الاهلي، مجلس الاداره، اعضاء النادي الاهلي، ان احنا نعود من هنا ان شاء الله بالكاس التاسعه باذن الله، باذن الله في دولاب بطولات النادي الاهلي. عوده ليك زميلي امير. يا رب يا رب يا كريم، ان شاء الله تكون البطوله رقم 9 في تاريخ بطولات النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. اكيد كانت مداخله مهمه جدا وتواصل مهم جدا مع زميلنا كريم احمد من رئيس قناه الاهلي والمرافق لبعثه النادي الاهلي في تونس من مقر الاقامه، وطمنا بشكل كبير جدا. طب خلينا نروح مدينه نصر بسرعه عشان نطمن على الاجواء كمان هناك من زميلنا فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي. اتفضل يا فاروق. تحياتي ليك زميلي امير وللاستاذ خالد عامر والاستاذ طارق عوض ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. ان شاء الله يوم اهلاوي، يوم كل جماهير مصر وجماهير النادي الاهلي ان شاء الله تفرح بالبطوله التاسعه الافريقيه للنادي الاهلي. عايز اقول لحضرتك زميلي امير ان هنا في فرع النادي الاهلي مدينه نصر استعدادات منذ الساعات الاولى. عايز اقول ان النادي الاهلي اصبح كامل العدد، توافد الاعضاء هنا منذ الساعات الاولى لهذا اليوم. اداره النادي بفرع النادي الاهلي مدينه نصر جهزت اكثر من 5 اماكن لمشاهده اللقاء. هنا الشاشه الرئيسيه، يعني الصوره هتكون مع حضرتك وكل مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. مفيش مكان، كل الاعضاء هنا توافدوا، ايضا شاشه مجهزه
في حمام عند حمام السباحه وايضا في المبنى الاجتماعي الخاصه بكبار السن. كل الاستعداد هنا على قدم وساق، الجميع ينتظر جماهير النادي الاهلي في البيت الاهلاوي زي ما كلنا متعودين، كلهم ثقه امل في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق البطوله التاسعه. الاحاديث الجانبيه اللي بتدور ما بين اعضاء النادي الاهلي هنا على التشكيل اللي هيخوض اللقاء، الثقه في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله البطوله التاسعه تكون موجوده ويرجع بيها لعيبه النادي الاهلي زي ما عودونا دايما من فرع النادي من فرع او ملعب رادس ان شاء الله بطوله اهلاويه بمشيئه الله. بشكرك يا فاروق، زميلنا فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا على طبعا الاخبار والاجواء الخاصه بمقر النادي الاهلي في مدينه نصر. خالد، كنا بنتكلم عن جزئيه ملعب رادس والتفاؤل عند جمهور النادي الاهلي بالموضوع ده، كمل فضل. هو بس كنت بتكلم بس في فكره ان هو كل سيكونس او كل تسلسل منطقي لازم في حاجه بتكسره، فانا مش عايز ابالغ في التفاؤل او ابالغ في حاله الرادس ده ملعبنا زي ما بنقول دايما، لانه ده بشكل او باخر بينتقل من الجمهور للاعلام للاعبين، بينزلوا الملعب في حاله اطمئنان زياده شويه، وده يعني انا ما احبوش. فهو لا يعني ممكن نخسر في ملعب رادس عادي جدا، اتمنى ما تبقاش النهارده طبعا يا رب، ديفينتلي مش النهارده طبعا، النهارده نكسب يا رب ان شاء الله، نخسر بقى في دور مجموعات في ماتش ودي مش مشكله بس يعني النهارده تعدي على خير باذن الله ان شاء الله باذن الله. طب خلينا نروح يا استاذ طارق للصحافه العالميه بشكل عام، ونبتدي بكيك اوف صحيفه في جنوب افريقيا وبتتكلم عن المباراه، وقالت النهارده النهائي الافريقي، وقالت ان الترجي التونسي بيطمح في تعويض فارق الاهداف مع النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي في المباراه الاولى بنتيجه 3-1. الاهتمام بشكل كبير جدا من كل الصحافه العالميه بهذه المباراه. طبعا اكيد انت بتتكلم على فاينل بتاع كره الاوجيه المصريه لترتيب الكره العالميه دلوقتي، هتلاقي اوروبا ثم افريقيا بالزبط. ثم امريكا اللاتينيه ثم اسيا، يعني انت بتتكلم برضو على افريقيا في المرتبه الثانيه بالنسبه للكره العالميه. فاذا لما بيبقى في فرقتين بيلعبوا فاينل في نهائي افريقيا اكيد لازم يبقى في اهتمام كبير قوي سواء على مستوى الافريقي او على المستوى العالمي. طيب كمان حتى هتلاقي يعني في صحف الانجليزيه بالزبط. النهارده الاندبندنت كانت منزله خبر، والديلي ميل كانت منزله خبر، فكلهم مهتمين قوي بالمباراه على اعتبار ان سيمي فاينل بتاع نهائي اكبر فريقين في افريقيا. واعتقد يمكن الظروف اللي احاطت بالماتش السنه دي مخليه الدنيا في اهتمام كبير قوي بالظبط. الموضوع فعلا يمكن مش عايز اتكلم عن اللي حصل في المباراه الاولى، لكن اللي حصل في المباراه الاولى اتنقل كتير قوي، ناس قالت كتير، السوشيال ميديا كانت بتنقل كل حاجه، فكل حاجه ظهرت بشكل يبان مدى قدره واهتمام المباراه بتاعه النهارده، خصوصا ان كمان النهارده لو النادي الاهلي بيتكلم في نهائي فاينل لو كسب بطوله، ما اعتقدش ان في فريق افريقي محتاج 10 سنين عشان يقدر يعمل الانجاز ده. فكل اللي بيحصل النهارده وكل الاهتمام اللي احنا شايفينه دوت منطقي جدا وطبيعي جدا لنهائي تاني قاره في ترتيب الكره العالميه. طيب خالد، برضو ذا نيوز صحيفه جنوب افريقيه كانت تتكلم عن المباراه وبالتحديد عن مستر باتريس كارتيرون، وقالت ان مستر باتريس كارتيرون من خلال مباراه اليوم لو قدر ان هو يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا هيكون ثالث مدرب يحقق البطوله مرتين بعد الكابتن محمود الجوهري طبعا المدير الفني المصري القدير، فاز مع النادي الاهلي في 82 بالبطوله، ومع نادي الزمالك في 93 ايضا بالبطوله، وبعد كمان الارجنتيني اوسكار فولون اللي قدر ان يفوز بالبطوله سنتين ورا بعض مع اسيك ميموزا في 98 ومع الرجاء في 99. اختيار مجلس اداره النادي الاهلي بالتحديد لمستر باتريس كارتيرون كان اعتقد موفق جدا ان هو يجيب حد بالخبرات الافريقيه، وده الاهم لان الهدف الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا انت واخد البطوله يعني 40 مره منهم سبعه على التوالي، فانت بالنسبه لك الاهم دوري ابطال افريقيا، خاصه بعد الخساره اللي خسرتها السنه اللي فاتت من الوداد، مش عايزين نتكلم عن تفاصيل الحكم والكلام بقى، خسرت وخلاص. فلا فانت ان انت تجيب مدير فني عنده خبره في الكره الافريقيه، عارف اللعيبه بتاعتها وعارف الاجواء وعارف الملاعب وعارف الجمهور بتاع الانديه المختلفه،
لا اختيار موفق جدا. واكتر اكتر دليل ان هو اختيار موفق هو انه مش مدير فني جاي يدرب والسلام، هو عنده رؤيه وعنده نظره وشايف وعارف الاهلي لدرجه ان هو طلب، وجاي كمان على ظروف صعبه قوي، كان جاي على ظروف صعبه لدرجه ان هو طلب خارج بره خلاص ناس بعينهم اسامي معينه. مش لان اللي موجودين وحشين، لا لانه عندك ظروف اصابات وعندك اعارات خارجيه وهكذا وهكذا وهكذا. فان انت مدير فني عارف الاهلي كويس ودرس وعارف فين مواطن الضعف وجاي يحسنها وجاي يقوي منها، لا ده كان اختيار اكثر من موفق. كمان يمكن لساعد يا امير بس تعقيبا على كلام خالد، ان انت ما كنتش تقدر تشوف تصريحات او تقرا تصريحات مستر كاترون قبل ما يدرب النادي الاهلي تحس انه اهلي، انه اهلي فان، تحس انه مشجع اهلاوي. راجل كان ممتن جدا لاختياره ان هو يجي يدرب النادي الاهلي، وكان عنده حماسه كبيره جدا حتى في اول تصريحاته في البريس كونفرنس اللي كان موجود في النادي الاهلي. قال ان انا يعني اعتبر نفسي مشجع من ضمن الملايين المشجعين في النادي الاهلي، وكل طموحاتي ان انا احقق احلام وامنيات الجمهور بتاع النادي الاهلي. هو عارف ان احلام وامنيات جمهور النادي الاهلي هي بطوله دوري ابطال افريقيا، يعني الهدف الاساسي وتاهل كمان لكاس العالم للانديه. كمان لوكيب الفرنسيه اتكلمت على ان في حماس وتوتر قبل المباراه ما بين الاهلي والترجي، شايف ان التوتر ده ممكن ينعكس على المباراه من الناحيه الفنيه في ارضيه الملعب؟ اكيد، بس عايز اعلق الاول على لوكيب. لوكيب اي توتر لا نقله وجهه النظر التونسيه. بالظبط، طبعا لانها باللغه الفرنسيه وهناك تونس اللغه الفرنسيه هناك بالظبط، التواصل سهل. بالظبط كده، التواصل سهل جدا ما بينهم. فالكيب قايله الكلام ده بناء على وجهه نظر تونسيه. التوتر اللي ممكن يبقى حاصل في الملعب انا ظني انه هيتوقف على حاجتين مهمين جدا. اولا الجماهير اللي في المدرجات، وثانيا مش عايز اقول ان هي عنف او، لكن الرغبه القويه والتي قد تصل لحد الجنونيه عند لاعبي الترجي املا في الفوز. النهارده النادي الاهلي كل ماتش بيروح الترجي التونسي بيكسب، يمكن خالد قال ملعب رادس والكلام ده كله، لكن للاسف يعني مش ما حاله القلق اللي احنا كمان عايشينها هنا في الجماهير المصريه والنادي الاهلي عايشها والكلام ده كله ما يقولش خالص ان النادي الاهلي راح يكسب. احنا النادي الاهلي راح ياخد بطوله، لكن احنا مش رايحين نكسب الترجي زي كل مره، نروح نكسبه وليك. بالظبط كده، فاعتقد ان القلق هيبقى من المدرجات ومن لعيبه الترجي نفسهم. انما قلق في الملعب زي ما قلت لك في بدايه الحلقه انا مش مطمن، مش قلقان ان شاء الله. اخيرا توقعاتك؟ اتمناها ان شاء الله تعادل. تعادل الاهلي توقع ان شاء الله. طب انا مش هقول توقع بس انا هقول رساله صغيره تعقيبا على الكيب وتعقيبا على استاذ كلام طارق سريعا جدا. لكيب فرانس فوتبول، جميع الصحف العالميه كلها متابعه الماتش، كلها بتنقل الماتش، كلها حاسه ان في حاله توتر وفي كارثه حصلت في المباراه الاولى، فالعالم كله بيتفرج على الماتش. اتمنى ان هو اللعيبه، الجمهور، وسائل الاعلام، كل الكلام يخرج بشكل هادئ جدا. ده ماتش نهائي افريقيا ما بين فرقتين كبار جدا، اتمنى المباراه تخرج بشكل سلمي وشكل ودي ما بين الاشقاء المصريين والتوانسه، وباذن الله ياخد اللقب من يستحقه اللي هو الاهلي باذن الله يا رب. والمباراه تخرج على خير باذن الله. مش عايز اقول توقع، ما بلاش اقول توقع، بلاش. استاذ طارق عوض بشكرك شكرا جزيلا وقتنا شرفتنا. استاذ خالد عامر بشكرك شكرا جزيلا وقتنا وشرفتنا. طبعا ده كان الجزء الاول من يومنا النهارده اللي ان شاء الله هيكون ممتد حتى بعد مباراه الاهلي والترجي، اللي ان شاء الله يكون النادي الاهلي متوج بهذا اللقب الافريقي. هنروح سريعا لزميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، ولقاء هام جدا مع وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. بعديه مباشره هيكون لقاء هام جدا مع زميلي العزيز محمد سعيد، وهيكون في ضيافته دكتور طارق الادور للحديث بشكل اكبر كمان عن هذه المباراه وبعض الاحصائيات اللي تخص فريقي الاهلي والترجي. نروح لكريم، اتفضل. الحمد لله على السلامه ليه معالي الوزير اشرف صبحي اللي متواجد. طبعا دكتور اشرف بنقول لك الحمد لله على السلامه في البدايه، شايفين جلسه بين الكابتن محمود الخطيب وحضرتك ويمكن كل المتواجدين في دعم فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي بيمثل مصر في هذه المباراه، ممكن نقول ايه وممكن نقول ازاي على التامين والتنسيق كان عباره عن ايه يا اشرف بيه؟ اولا انا فعلا كنا موجودين في جلسه معالي السفير اللي بشكره جدا، ومن خلاله بشكر وزاره الخارجيه وعلى راسها معالي وزير الخارجيه على الجهد المتواصل في الحقيقه ما قبل الوصول وما بعد المباراه الاولى على هذا المجهود الدبلوماسي في الحقيقه. وكمان بشكر يعني كل المسؤولين في الشقيقه دوله تونس على هذا التفاهم الكبير، ومن خلالهم بنشكر الشعب والجمهور التونسي وايضا الجمهور المتحضر جدا المصري في المباراه. الحقيقه اللي كانت مباراه فيها نموذج للتشجيع فقط للكره وفقط للفريق، وايضا استضافه
الجمهور التونسي في المباراة. كانت يعني كل الأجواء كانت بالنسبة لينا يعني حاجة جميلة ومحترمة. كمان يمكن معانا الباشمهندس هاني رئيس اتحاد الكورة ومعالي سفير مصر في تونس ومجلس الإدارة. إن شاء الله كلنا نتمنى إن شاء الله الرجوع بهذا العرس الأفريقي. نتمنى الأداء الممتاز اللي بيعبر عن الكرة المصرية ومن خلال النادي الأهلي. نتمنى كل البعثة ترجع سالمة غانمة إن شاء الله. كمان إحنا بنستقبل المنتخب التونسي الأسبوع القادم أكيد على الرحب والسعة، وأهلا وسهلا. ودايما الرياضة المصرية والكرة المصرية وممثلها في هذا الملتقى وهذه النهاية يعني الفريق نادي الأهلي بما له من اسم وثقل. نتمنى لكل الفرق المصرية ونتمنى للنادي الأهلي إن شاء الله الرجوع بكأس أفريقيا التاسعة. شكرا لك دكتور. بس يمكن في نقطة مهمة وحضور كبير جدا من جمهور نادي الترجي التونسي، يعني الجانب التأميني حضرتك أكيد طبعا أنا عارف إن في تأمين على أعلى مستوى، في تنسيق على أعلى مستوى، بس أكيد طبعا حابين نطمن الناس من خلال حضرتك الأمور التنسيقية والتأمينية إيه اللي اتكلم فيها دكتور؟ والله أنا أقول لحضرتك يمكن لقائنا مع يعني معالي وزير الشباب والرياضة ومعالي السفير التونسي في القاهرة ولقاء دولة رئيس الوزراء اللي بنشكره يعني واتصال على اعلى مستوى يعني من مجلس الوزراء للتواصل يعني واهتمام دوله رئيس الوزراء المصري. دي كلها اجواء ما قبل المباراه وتواصل بشكل كبير مع معالي السفير المحترم سفير مصر في تونس. يعني دي كلها حاجات مدلولها المقابله على اعلى مستوى في من المطار، روح الاخاء اللي موجوده بشكل كبير. اكيد بنتوقع والتوقع 90 دقيقه اكيد هيبقى في جماهير كتير اكيد هتشجع. حميه المباراه ان شاء الله تكون بس سقف حميه المباراه، ما يكونش حاجه تاني، وده اللي احنا بنتمناه. احنا بنتكلم النهارده الصبح قبل المباراه نتوقع ان هتكون في تشجيع، يكون في حميه. اكيد يعني لاعبي النادي الاهلي على قد المسؤوليه، ان شاء الله مش هينجرفوا لاي استثاره. الهدف واحد، بعد 90 دقيقه نسلم على بعض، الروح الرياضيه تكون موجوده. وزي ما قلت وبأكرر تاني نطمن بصراحه كل حاجه، يعني احنا موجودين وعايشين في بلدنا تاني من المقابله. في الحقيقه كمان كان لازم اكون موجود بشكل او اخر، وكان لازم كلنا نبقى بالشكل ده. مش كل يوم في نهائي افريقيا وبتاريخنا الكبير جدا لهذه المباريات. اخيرا كلمات بسيطه لعيبه النادي الاهلي قبل المباراه دي، الدكتور اشرف صبحي ممكن يقول لكل لعيبه النادي الاهلي؟ انتوا مش بتمثلوا نفسكم، انتوا بتمثلوا النادي الاهلي وبتمثلوا مصر، ودي حاجه كبيره جدا.